أهلا بكم في مدرسة رمضان، المدرسة الغنية اللي بتعلمنا كل يوم حاجة جديدة. النهاردة مع درس جديد من دروس رمضان، وهو درس موجود في آيات الصيام. وإحنا يمكن اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده وقلنا إن إحنا لازم نتأمل كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا بنقرأ القرآن مش بس كده اللسان اللي بيقرأ، إنما العقل كمان يتفكر والقلب يفكر في المعاني اللي موجودة في الآيات. فمن ضمن الجمل اللي جت في آيات الصيام اللي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، قال ايه كمان؟ ولعلكم تشكرون. يبقى كأن من الحاجات المرتبطة بالصيام عبادة الشكر. يعني ايه عبادة الشكر؟ هو انت بتشكر ربنا ولا لا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما قدرك على انك تصوم، هي دي مش عايزة شكر؟ لما قدر ليك انك تقرأ القرآن، هي دي مش عايزة شكر؟ لما قدر لك كمان ان انت تتصدق، هي دي مش عايزة شكر؟ ياما نعم ربنا سبحانه وتعالى انزلها عليك وانت ما شكرتهاش. طول عمرك من ساعة ما وجدت في هذا الكون وربنا بينعم عليك صبح مساء كل لحظة، ويمكن في نعم كتيرة جدا انت ما شكرتهاش. عشان كده لازم نتعلم واحنا في درس رمضان او في مدرسة رمضان ازاي نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونحس بنعم ربنا علينا. لان احنا لما نحس بنعمة ربنا علينا ربنا بيبارك لنا فيها. ربنا بيقولنا في القرآن: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فاللي عايز ربنا يبارك له في اللي عنده في النعم، سواء كانت النعمة دي مال أو غير المال، أي نعم، ويا ما نعم ربنا احنا ما نعرفش نعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.